هذه البوكس فيه مجموعة من الماسكات حق اليد، أسفل العين، الأظافر، القدمين والوي. اسمه بلينك بوب ماسك سيت. يعني الصراحة تمللنا من الرتابة في التصميم، يعني اللي بيسوي باكيجينج يسوي كذي. شوفوا هذه ظرف ماسك الوي، هذه حق الأظافر، ما أعرف شلون صاير، لازم أجربه. وهذه حق القدمين، هذه حق العين، وهذه حق اليد، وهذه هو البوكس. سعره ممتاز وصار موجود الحين عندي في البوتيك. أهلا أهلا، شلونكم بنات؟ بنات حطيت لكم هالبوكس، طبعا هو كان موجود وخالص صار لفترة مقطوع وتوارد البوتيك. الحلو بهالبوكس يلكم 5 ماسكات، ماسك حق العيون، ماسك حق الإيد، ماسك حق الريل، ماسك حق الأظافر، وماسك حق الوي. بنات الماسكات مستخلصة من الصبار علشان يرطب البشرة، وفي من الليمون حق الفيتامين سي، وفي حتى من الخوخ. الحلو بهالماسكات أن يرطبون البشرة ويعيدون إحياء البشرة مرة ثانية، يعني حق البشرة الباهتة يعطيها شيء، يعرف تعطيكم شيء فريش مع شيء ترطيب وايد حلو. الحلو بهالبوكس أنه بوكس فيه 5 أنواع تاخذينه إذا كنت مسافرة أو رايحة شالية شيء ذي هالسوالف. وايد حلو بوكس فيه كل الماسكات. هاي ماسك مرطب للإيد على شكل هو جلاوز. طبعا عايزة أقول لكم إن الماسكات داخلها خوخ لترطيب البشرة، داخلها ليمون علشان يساعد على التفتيح، وداخلها اليقطين علشان يعطي ترطيب وحيوية للبشرة. كل الماسكات مكونة من نفس المكونات، زائد إن داخلهم فيتامين سي علشان يعطي نضارة للبشرة. أوكي، وزي ما قلت لكم هاي خاص بجلافز للإيد، وده طبعا ماسك للوجه. واو، كيوت 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 بشكل مش طبيعي. وهاي للعيون، أوكي طبعا يزيل الإرهاق، يعطي تفتيح لأنه دخله فيتامين سي، دخله الخوخ عشان يعطي ترطيب، ودخله اليقطين بعد. وهاي للنيلز للأظافر، وهاي للفوت للأرجل للرجول.